فعاليات شوط جديد برفقة الزميل محمد بن بريك المري. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء، شكرا للكريبي بن جابر، شكرا لكافه الاخوه الزملاء المعلقين. اذكر بان وجود هي من فازت بالشوط الاول، وهي ما زالت محتفظه بالتوقيت مع الغيلاني، واركان ايضا مع بن جبرين فاز بالشوط الاول الرئيسي للجداع القعدان. مشاهدينا الاعزاء، شوطنا الثالث عشر انطلق قبل قليل، ومقدمة الشوط مباشرة من تحتل المركز الاول زميلنا المخرج. لو سمحت عطني زوم على رقم المركز الاول لكي نتعرف على المراكز الاولى اللي في مقدمة الشوط. اللي في مقدمة الشوط هناك منافسة قوية لم نصل اليها في سيارة التعليق والتصوير والاذاعة، ونحن الان نتقدم الى هذه الشعارات القوية مقدمة الشوط مباشرة. اللي تحتل المركز الاول هنا اربع مراكز او اربع ابكار في موقع واحد، ولكن نوف تتسلل، نوف لمعجب بن سعيد باللجبع الخيارين على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، وتليها اللي على ثاني المراكز. مشاهدينا الأعزاء، يا سلام يا سلام، الحذرة علي بن حمد بن هزاع بشريده المري، وعلى ثاني المراكز النقلة والدور، دور المركز الثالث اللي تتقدم تقدم قوي وملموس إلى المركز الأول اللي عند إبراهيم. مزايا لسلطان بن سعيد بابراهيم. اوه يا سلام، هذا الشوط، هذا الشوط مشاهدينا الاعزاء المركز الاول. المقدمه ما استراحت في هذا الشوط، ما استراحت من التغيير. يا سلام، عاد شعار معجب الخيارين، عاد شعار الخيارين الى مقدمه الشوط. اذا مشاهدينا الاعزاء المركز الاول هنا نوف لمعجب بن سعيد بالاجبع الخيارين. سعيد بابراهيم المركز الثالث، الثالثة يا سلام، الغربية الحذرة تصل لمحمد بن زايد المنصوري وتدخلها قوي. النقلة والدور، دور المركز الرابع هنا مشاهدينا الأعزاء، ريم جبر بن علي بن ناصر العطية، وأيضا التسلل، شوفوا شوفوا، مشعر أحمر، مشعر أحمر اللي عليه خطوط لونها أبيض اللي تتدخل، هذه الشاهينية لمحمد بن ناصر بن مسفر الشهواني. ورابع المراكز مزايا سلطان بن سعيد وإبراهيم. المركز الخامس أيها الأعزاء عبر شاشة قناة الريان، هنا ريم جبر بن علي بن ناصر العطية، ولكن الحذرة حذاري 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 من انطلاقاتها ومن تقدمها. لما لا وهي تقل الشعار الغربي، وهي تقل الشعار الأخضر المعروف صاحب الصولات والجولات. يا سلام، شعار الشهواني يقترب، شعار الشهواني يقترب، اسم كبير في عالم تضمير الهجن، اسم الشهواني. يا سلام، 1200 متر مشاهدينا الأعزاء، الشهواني والمنصوري، الشهواني والمنصوري على مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام. إذا مشاهدينا الأعزاء، لتتقدم الآن وتتسلل الشاهينية لمحمد بن ناصر الشهواني، ولكن الدخول القوي، الدخول، شوفوا هذه ريم جبر بن علي بن ناصر العطية، وأيضا الحذرة في ثالث المراكز لمحمد بن زايد المنصوري. ولكن نعود إلى المعركة أيها الأعزاء، نعود إلى الصدارة، ولكن نعود والشعار العطية تتسلل بكرة العطية إلى مقدمة الشوط. يا سلام، 700 متر، 700 متر وهي الأقرب للفوز، هي الأقرب للفوز. يا سلام يا سلام. إذا مشاهدينا، متابعينا، مستمعينا الأعزاء، ريم جبر بن علي بن ناصر العطية انطلق شعار العطية، انطلقت مشاهدينا الأعزاء، خلاص قفلت الشوط، قفلت الشوط، قفلت الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام. ريم ريم تنطلق كالريم، تنطلق أجمل من الريم.
يا سلام يا سلام، شوف الفارق شوف الفارق شوف الفارق شوف الفارق ما بينها وما بين بقية المراكز. إذا السلام لجبر بن علي بن ناصر العطية، يا سلام يا سلام، تهانينا تهانينا يا العطية على فوز ريم وانتزاعها للشوط لهذا الشوط، يا سلام. نقطة ثمينة ونقطة ذهبية يسجلها شعار العطية في هذه الأشواط الصباحية الجميلة. تهانينا تهانينا لجبر بن علي بن ناصر العطية على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني غزلان لعبد الهادي بن علي المشروم. المركز الثالث المركز الثالث تصل في ثالث المراكز الشاهينية لمحمد بن ناصر الشهواني. المركز الرابع المركز الرابع الدوحة جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الخامس المركز الخامس الذهيبة فهد بن فهد افريح. المركز الخامس الذهيبة لفهد العجمي بن فهد بن زبران العجمي. مشاهدينا الاعزاء تهانينا والناموس للفائزين. التوقيت الزمني لحظات وصول ريم توقيتها 6 دقائق 14 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك ريم جبر بن علي بن ناصر العطية. المركز الثاني المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء تصل في ثاني المراكز غزلان وتوقيتها 6 دقائق 20 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لعبد الهادي بن علي المشروم المري. المركز الثالث تصل في ثالث المراكز وتحتل المركز الثالث في هذا الشوط الشاهينية. توقيت الشاهينية 6 دقائق 21 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن ناصر بن مسفر الشهواني وتهانينا للفائزين. الكلمة تنتقل وتعود إلى زميل الكريبي بن جابر المري.